جو بايدن بقى رئيس الجمهورية بعد ما كان جايب 1%. ركز دلوقتي واحكي لك قصة حياة الرئيس الأمريكي جو بايدن وعظمتها كلها من ناحية الطموح والحلم اللي ما كانش ليه وقت معين عشان يعرف يحققه فيه. اتولد جوزيف روبنتين بايدن في بنسلفانيا يوم 20 نوفمبر 1942، وكان الابن الأكبر بين 4 أطفال، وأسرته كانت بسيطة ماديا جدا. لما كان عنده 10 سنين والده ساب الشغل بتاعه وحالته المادية بقت أصعب، واضطروا ينقلوا المكان ريفي في نيوكاسل علشان بس يقدروا ان هما يعيشوا، وكان والده شغال شغلانة بسيطة جدا وقتها. ذاكر واجتهد وبعد كده اخد الدكتوراه سنة 1966، واتجوز بنوتة بتشتغل مدرسة اسمها نيليا هانتر، وربنا رزقهم بتلات أطفال صغيرين. وبعدها وتحديدا سنة 1970 بقى قنصل مدينة نيوكاسل، ودي كانت أول خطوة في طموحه العجيب. وبعدها يضرب الحظ الحلو مع الاجتهاد الكويس ويوصل ان جو بايدن يبقى سيناتور سنة 1972. وعلشان حلو دايما ما بيكملش، بعدها بكام اسبوع دخلت مراته واطفاله حادثه كبيره جدا، وتوفت مراته وبنته، والولدين اتصابوا ودخلوا مستشفى مده طويله. سيناتور سنه صغير ما كملش 30 سنه، حياته كلها بتتلخبط فجاه، ويقرر ان هو ينقل مكان عمله جنب اولاده عشان يقدر ان هو يراعيهم ويركز في شغله برضه. وتعدي السنين بعدها وتحديدا سنه 1977، اتجوز من مدرسه اسمها جيل تريسي جيكوب، ومعاه اطفاله من مراته الاولى هانتر وبو. وسنة 1981 اتولد بنته أشلي. كده خلصنا جانب شخص كبير جدا من حياة الشاب الطموح وقتها جو بايدن. وعلشان طموحه كان سابق سنه، سنة 1987 اترشح أول مرة للانتخابات الرئاسية، بس للأسف كان واخد نفس الخطاب الترشح من زعيم حزب العمال البريطاني، وكترت المشاكل بسبب ده وكان لازم ينسحب. وهو من الأول بياخد خطابات حد تاني، ايه ضمانه بعد ما يشتغل هيعمل ايه؟ كان مجمل الخطاب ان هو بيقول: أنا إنسان مجتهد ومراتي إنسانة مجتهدة، وإحنا أول 2 من عيلتنا ندخل الجامعة، وعلشان كده إحنا ناس كويسين وطموحين ونستحق إن إحنا نكون أعلى منصب في البلد، وإن ده دليل على الذكاء والخبرة والاجتهاد القوي قوي بتاعهم. وبسبب الخطاب اللي هو قاله وكان سرقه وقتها، لازم يبعد إن هو يكمل في انتخابات الرئاسة وقتها. وبعدها بسنة بالظبط سنة 1988 دخل في أزمة صحية صعبة شويتين، وقفت كل حياته السياسية حوالي 7 شهور، ورجع تاني للمجلس في سبتمبر 1988. تعدي السنين وتحديدا سنة 2008، قال أنا لازم أترشح مرة تاني للرئاسة الأمريكية ضد الرئيس باراك أوباما، وراح قدم نفسه في ولاية أيوة، والصدمة بقى أنه وقتها أخد أقل من 1% من مجمل الأصوات. متخيل؟ كارثة حرفية، تقريبا هو بس اللي صوت لنفسه وقتها، ودي كانت تاني مرة يضطر فيها أنه ينسحب من الانتخابات، بس كانت بسبب ضعف شعبيته. فضل عم بايدن مكمل سيناتور لمدة 35 سنة، 6 فترات انتخابية كاملة ورا بعض، وهو دايما بيكسب فيهم. اداله خبرة سياسية رهيبة جدا بكل الأمور الخاصة بالسياسة الأمريكية سواء في الداخل أو في الخارج. زود عليهم ان هو زود طموحه أكتر، ان هو عايز يوصل للبيت الأبيض. أنا خسرت مرة وانسحبت في التانية، بس هكمل. وسنة 2009 قدم استقالة من الكونجرس الأمريكي بعد ما كان أكبر الناس الموجودة سنه بسبب شوية مشاكل في الدماغ وقتها. رغم ان هو وباراك اوباما كان دايما في مشاكل مع بعض، بس بعدها بقى نائب الرئيس، وزادت معرفه جو بايدن اكتر بالسياسه، وكان مجهوده كله على ان هو يزود شعبيته. بدا يركز ان هو يعمل قانون يقلل الضرايب عن الشعب، وكان ده من اهم انجازاته التاريخيه. سنه 2012 زادت شعبيته واسمه بدا يتعرف، وزاد معدل الدخل الامريكي عند الناس. علشان الحلو ما بيكملش في حياه بايدن، سنه 2015 مات ابن ابوه بسبب سرطان في المخ، وكان عنده وقتها حوالي 36 سنة، ودي كانت سبب نكسة قوية جدا ليه. وكان دايما بعدها بيقول: أنا حظي الوحش سبقني بخطوة، وده اللي كان بيحصل في حياته، كل حاجة حلوة بتبوظ بعدها. ومن سنة 2016 وقت الترشح للرئاسة بين دونالد ترامب وهيلاري كلينتون، كان دايما إيد في الإيد مع هيلاري كلينتون. الموضوع ده زود العداوة بينه وبين ترامب، وبقى فيه طار بايد بينهم لسه مكمل لحد دلوقتي. ونوى بعدها إنه يترشح للانتخابات سنة 2019، وبالفعل نزل كمرشح ضد ترامب لانتخابات 2020، وكانت هنا الصدمة الكبيرة لكل العالم، ان هو اللي يفوز ويحقق حلم الطفل الصغير اللي كان دايما بيحلم بالبيت الابيض وحالته المادية كانت صعبة، بس عينه دايما كانت على حلمه، طموحه ما قلش رغم كبر سنه وقتها. ورغم انه كان بيقول ان حظه الوحش سبقه بخطوة، بقى رئيس امريكا دلوقتي وهو اللي سبق حظه الوحش. بقى رئيس امريكا بعد ما كان جايب 1%، وبقى رئيس امريكا وهو اصلا ما كانش معاه فلوس يعمل حمله انتخابيه ليه، وعمل جمعيه اللي بيبيع تبرعات علشان يعرف يكمل الحمله بتاعته. يعني رئيس داخل بالمعافره وبكل بساطه. حلم بايدن ما وقفش ولا كان ليه اخر،
راجل عمره 77 سنة وكمان كام يوم هيبقى 78 سنة ولسه عنده طموح، لا الفلوس وقفت حلمه ولا حظه الوحش قدر ان هو يكون عائق ليه في اي خطوة في حياته. فانت بكل بساطة احلم وخليك ورا حلمك، كل ما تيأس افتكر انك لسه شاب، لسه الدنيا قدامك، وركز ان واحد عنده 77 سنة وعرف يحقق حلمه اللي كان بيدور عليه من هو طفل صغير. خلي طموحك دايما في السماء وخليك ورا حلمك، وما عليه ما هتوصل. تنساش تعمل شير للفيديو وسبسكرايب. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي.